على الود والخير ألتقيكم أحبتي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع الرياضي سامر رأس سبورت. اليوم عندنا متابعات مهمة لآخر الأحداث الرياضية اللي حدثت على الساحة الرياضية العراقية، إضافة إلى محور رئيسي مهم جدا مع ضيف مهم جدا. كل هذا بعد فاصل قصير، فلا تذهبوا بعيدا. حياكم الله مرة أخرى أحبة المشاهدين. متابعتنا الأولى لحلقة هذا اليوم هو فرش أرضية ملعب الحبيبية ذات 30,000 متفرج بالعشب الطبيعي، طبعا بطريقة لأول مرة تستخدم في الملاعب العراقية. هو مزيج من العشب الصناعي زائد العشب الطبيعي. خلينا نشوف هذا التقرير ومن ثم لنا عودة مرة أخرى. تركيب الطبقة الأولى اللي هي من البحص، البحص هو خلينا نقول شوية الخشن اللي كان ارتفاعه ب 10 سنتيم، الطبقة الثانية البحص الناعم جدا اللي بارتفاع 5 سنتيم، هذا يساعد على مود البزل وتجميع المي من خلاله. الطبقة الثالثة اللي هي رمل قليل خشن بارتفاع 20 سنتيمتر، الطبقة الأخيرة اللي هي الرمل الناعم جدا بارتفاع 10 سنتيمات، بعد ذلك رش الساحة حدل بشكل جيد، وبعد الفرش استعملنا 3 أنواع من السماد الكيميائي الخاص للملاعب. بعد ذلك مثل ما تشوفون، يعني قبل أن نسيت أقول لكم عندنا 35 مرشة من الأساسات، هذه احنا ركبناها كهرباء ومي ومرشات من ريمبيرت الأمريكية، بس الستايل مالتها والبواري والهذه الاكسسوارات كلها هي من إيطاليا، من شركة ميكسو الإيطالية. الثيل مالتنا أنا أريد أوصل يعني معلومة للعالم كله، خاصة الإخوان العراقيين. إخوان، عوف القديم، الستايل القديم انتهى، احنا ما نريد نشلب بشيء قديم، نبقى على القديم قديم قديم. الموديل الحديث، ملاعب العالم الحديثه كلها بعصات ميكس، بعد ماكو، هاي هو نوع هايبرد فقط، بعد ماكو والله اجيب طين اجيب زميج وازرع عليه. يا ابا شنو دائم الخضره؟ هذا غلط، ما عندي بعد دائم الخضره، ما اعرف شنو هذا سوالف مال ذول المحلات اهل الزراعيين، ماكو هذا الشيء. هسه اللي ماشي دول العالم، دول اوروبا كلها ميكس. ليش يستعمل لك ميكس؟ ميكس يحافظ على النبته، ميكس يحاول بانه يرغم النبته بانه الجذر مالتها يبقى داخل جوا داخل التربه مالته، يعني بحيث يدور على المي. هذا واحد. بعد ما عندنا زميج عندنا لازم رمل، فالميكس عندنا هذا من شركه ميكسولي. طيب مثل ما هي نفس الشركه، برشلونه، ريال، سان سيرو، سان بيترسبورغ، اتلتيك بلباو، كل الملاعب، اكثر الملاعب بعد صارت، بعد ماكو بعد يعني فقط ثيل وحبيبات. مثل اوكي غالي ما يخالف، بس هذا يحافظ لك يعطيك نتيجه بالمستقبل، حتى بالمستقبل بعد ما تنشال من اللاعب مثلا يزحف او يوقع او يحتفل بتسجيل هدف، بعد ما تنشال اي قطعه من الثيل، هذا يحافظ على تماسك التربه. ليش؟ حصيره بها فتحات، كل فتحه كل الملعب شوفوه حصيره عباره عن حصيره محيوكه، حياكه بالكامل تحتوي على 2 مليم كل الملعب. احنا بعد هذا اليوم الفرش نحدل رمل خفيف 2 سنتيم، ثم نبذر ان شاء الله يوم الخميس القادم، خلال 20 يوم تطلع ان شاء الله النبته والثيل، بعدها يعني خلال حتى نقول خلينا نقول 80 يوم، يعني 7-8 قصات الى ان الثيل يقوى بشكل كامل، يلا احنا جاهز للعب. قبل الجاهز من اللعب، الثيل الصناعي هذا اللي دا شوفه
ينقص يصير سنتيمتر واحد، سنتيمتر واحد يصير. أما الثين الطبيعي الخاص للعب راح يصير طول مالته 3 سنتيم، فلذلك يضغى فقط يكون الثيل الطبيعي، لكن الحصيره والحياكه مال الحصيره تكون فقط جوه اللي تحافظ على تماسك التربه، التماسك مال الجذر الخاص للنبته. إذن أحبتي المشاهدين، كل التوفيق للكوادر اللي تعمل على إنجاح ملاعبنا، خاصة ملعب الحبيبية اللي راح يكون إضافة كبيرة وقوية لملاعب العاصمة الحبيبة بغداد، وراح يكون شقيق أصغر أو أكبر للملعب العتيد ملعب الشعب الدولي. إن شاء الله يا رب يكمل هذا الملعب بالوقت اللي وعدوا به الجماهير أنه يخلص هذا الملعب ويستقبل مباريات كرة القدم. إذن متابعتنا الثانية لحلقة هذا اليوم هو منتخب الرواد المسافر إلى أو المشارك في بطولة تركيا الدولية بمشاركة 8 منتخبات تمثل منتخبات عريقة لأعمار من 40 سنة فما فوق. طبعا يعني هذا الموضوع، موضوع منتخب الرواد، يعني أنا ما أتطرق عليه هواية، لكن بس أقول فد شغلة صغيرة، أنه اليوم منتخب الرواد قابل منتخب كردستان في مباراة استعراضية على ملعب فرانسو حريري، انتهت قبل شوية أعتقد اثنين كل انتهت، هي مباراة حبية استعراضية بمناسبة يوم الرياضة. منتخب الرواد وكان موجود ويا أغلب يعني عناصر اللي شاركوا في الإنجاز التاريخي للمنتخب العراقي بال2007. طيب إذا منتخب الرواد الموجود بتركيا اللي شارك بهذه البطولة الدولية من هو؟ إيش كم منتخب رواد عندنا؟ طبعا منتخبين رواد راحوا هناك، واحد من ذول المنتخبين بلاعبين أصلا ما لعبوا درجة أولى، ما لعبوا بالدرجة الأولى يا ناس، ما لعبوا بالدرجة الأولى زين، إضافة إلى بي أكيد من لاعبي المنتخب الوطني اللي لهم بصمات على سجل الكرة العراقية، لكن بنفس الوقت أيضا أكو لاعبين ما مثلوا فرق بالدرجة الأولى، شون راحوا زين وياهم منتخب الرواد. هل هو المنتخب اللي لعب اليوم في أربيل لو المنتخب اللي راح وشارك في بطولة تركيا الدولية؟ خلينا نشوف لقطات من بطولة تركيا الدولية وأيضا لقاءات مع بعض الأعمدة الأساسية لمنتخب الرواد المتواجد هناك في تركيا. إذن نتمنى أنه من تكون هناك مشاركة لهذه الفئة، منتخب الرواد، منتخب رواد العراق، أنه تكون هناك دراسة يعني متأنية للبطولة وللأشخاص اللي راح يشاركون في هذه البطولة، حتى ما نقبل حق أحد. ليش اليوم واحد يروح وهو ما مشارك مع المنتخبات الوطنية يروح ياخذ حق غيره؟ طيب احنا ليش ما يكون لنا منتخب الرواد معروف ويشارك بكل البطولات اللي خارجية والداخلية؟ احنا نعرف انه اكو منتخب رواد للعراق، طبعا راح لكل محافظاتنا العراقية، خاصة المحافظات الساخنة كانت في خطوة يعني كبيرة جدا ونالت استحسان ورضا الجماهير العراقية على امتداد وجودها في الملاعب العراقية، لأنه كان الوضع كل الصعب، ومع هذا المنتخب راح وشارك في مباريات إيذانا بفتح صفحة جديدة مع هذه المحافظات وعودة الحياة إليها. إذن هذا المنتخب، طبعا هذا المنتخب إجا أيضا هنا الكردستان ولعب مباريات ولعب أيضا في محافظة نينوى مع رواد محافظة نينوى، مباراة كانت كبيرة وأيضا حضرها جمهور غفير في وقت يعني كان ما حد يقدر يوصل الموصل، اول ما تحررت الموصل كانت كلها عباره عن يعني الغام، ومع هذا اجى الكابتن احمد راضي واجى عماد هاشم وكل اللاعبين الدوليين الكبار اللي شاركوا مع منتخباتنا الوطنيه ولعبوا هذه المباراه في بادره يعني جميله جدا. حتى ما نضيع حق الناس، مفروض تكون يعني بيها ضوابط مساله الانتماء للمنتخبات الوطنيه او منتخبات الرواد،
لانه ما معقوله انت اليوم يمثلك اكثر من منتخب. نعم احنا عندنا على امتداد التاريخ فوق ال 300-400 لاعب، لكن ما معقوله كل دول نجيبهم ونخليهم منتخب رواد. احنا مطلوب عندنا 11 لاعب، خلي 24 لاعب يروحون لكل بطوله، نختار من دول ال 24 عمالقه اللعبه يشاركون بالبطولات اللي تقام على هذا المستوى اذا كانت برا او هنا داخل العراق. اذا نروح ل ايضا الفقره الاخرى في حلقه هذا اليوم متابعتنا، هو فوز رئيس اتحاد الملاكمه بمقعد في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للعبه. خلينا نشوف هذه اللقطات ومن ثم لنا عوده. اهدي فوزي الى العراق العظيم والى اللجنه الاولمبيه العراقيه والى اتحاد الملاكمه والى رواد الملاكمه والى اعضاء اتحاد الملاكمه، واشكر كل من ساندني في مسيرتي من بانكوك، مدير العلاقات الاستاذ وليد شاب والاستاذ الغالي فراس موسى، واشكرهم جزيل الشكر والتقدير. واليوم احنا الحمد لله ان نزف هذا البشره الساره الى العراق، والحمد لله احنا نشارك في بطوله اسيا في تايلاند. الملاكمين البطلين كراسة وسعد طارق، والمدربين الخلوقين طارق الحلو محمد غالب. ورغم هذه الظروف الصعبة نحن نشارك من جيبنا الخاص. إذن كل التوفيق لممثلنا في الاتحاد الآسيوي بالملاكمة. هالمرة الثانية تفوز شخصية عراقية في المكاتب التنفيذية للاتحادات الآسيوية بشتى الألعاب بعد فوز الملا عبد الخالق مسعود بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بكرة القدم. إذن نروح للفقرة الأخرى لحلقة هذا اليوم، وهو تتويج نادي الشرطة بدرع الدوري العراقي بكرة الصالات في مساء هذا اليوم بعد الفوز على نفط الجنوب بعد مباراة حماسية كبيرة انتهت بفوز نادي الشرطة بثمانية أهداف مقابل أربعة. وبعد هذه المباراة توج فريق نادي الشرطة رسميا بلقب الدوري قبل ختام الدوري بدورين. خلينا نشوف هذه اللقطات للمباراة النهائية اللي جرت هذا اليوم ومن ثم لنا عودة. إذا كل التهاني والتبريكات لفريق نادي الشرطة بمناسبة فوزه بلقب الدوري العراقي لكرة الصالات. نروح لمتابعتنا الأخرى لحلقة هذا اليوم، وهو زيارة الكابتن أحمد دحام لحارس مرمى فريق نفط ميسان بعد إصابته إصابة بليغة في مباراته السابقة مع فريق نادي القوة الجوية، واطمئنان الكابتن على صحته، وأيضا يطمئن الجمهور بأنه الحارس في صحة جيدة بعد أنه كان هناك قلق من إصابة هذا الحارس الكبير، خاصة أنه الإصابة كانت في الرأس. خلينا نشوف هذه اللقطات ومن ثم لنا عودة. طبعا أمركم علاوي حارس مرمانا الحمد لله والشكر اتشافى، الاصابه خفيفه جدا الحمد لله والشكر، هو بصحه وعافيه الحمد لله. هو امامكم الان رغم الدم اللي تشوفوه هذا بس مال غسل يعني في بدايته، والحمد لله والشكر نطمئن انه اهله يكونون بخير وسلامه، ويكونون انه يعني ما مجهودين وياه، وهسه هو بصحه. الحمد لله، الحمد لله عدت على خير، ماكو شيء ان شاء الله. ان شاء الله ماكو شيء، وبصحه وعافيه، والهيئه الاداريه موجوده، واللاعبين موجودين، المدربين موجودين، ولا يقول بالكم اهله وعائلته، هو بايادي امين ان شاء الله، والاخوان الجمهور كلهم موجودين، اذا تقدر تصور صور الهيئه الاداريه فهم كلهم موجودين وراك. سيد محمد جاء من قبل الهيئه الاداريه لنادي نفط ميسان وما تركوه بالمستشفى، وهذا دليل انه حرصنا على كل اللاعبين. إذا مبادرة جميلة من الكابتن أحمد دحام نجم منتخباتنا الوطنية السابق والمدرب الحالي لفريق نادي نفط ميسان، اللي يقدم حضور كبير في دوري هذا الموسم
جعلت من الفريق يقف حاليا في المركز الخامس. طبعا في لقاء سابق مع المدرب أحمد دحام ذكر أنه طموحه في هذا الموسم هو احتلال أحد المراكز الأربعة والدخول بقوة للمربع الذهبي، وهذا مو بعيد على الفريق لأن يقدم كرة جميلة، خاصة ما شفناه في مباراة الفريق أمام نادي القوة الجوية حيث استطاع أنه يقدم مباراة كبيرة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. إذا آخر متابعاتنا لحلقة هذا اليوم هو من دوري كرة اليد العراقي، حيث فاز نادي ديالى على نادي المسيب ب 26 هدف مقابل 25، وأيضا فوز نادي الجيش على فريق نادي كربلاء ب 29 هدف مقابل 25. طبعا نادي الكرخ يتصدر الدوري وأيضا يقف في المركز الثاني فريق نادي الجيش. شكرا جزيلا للزميل العزيز جمال الرعد اللي وافانا بكل هذه الأخبار أول بأول. إذن أحبتي المشاهدين خلينا نروح للمحور الرئيسي لحلقة هذا اليوم، حيث معنا ضيف عزيز قدم إلينا خصيصا للحديث عن شتى المواضيع الرياضية، وهو المعلق الرياضي معلق قنوات الدوري والكاس الأخ العزيز والصديق محمد الهركي. مرحبا بك كابتن. أهلا بك وسعيد مرت الأخ بأني أكون وياك، ويمكن آخر لقاء كان معك قبل سنتين. قبل سنتين والآن نلتقي مجددا إن شاء الله. حياك الله، أنا طبعا مشتاق لك هواية يعني. والله أنا كنا متواصلين من كنت أنت في قطر. أكيد أكيد أكيد، وكنا دائما على تواصل حتى قبل ذهابي لقطر. بالضبط. شوفنا كثير قعدنا كثير وحكينا كثير. وردة حمودي تسلم تسلم. انضمامك نحكي عن هذه التجربة، تجربة التعليق في قناة كبيرة كقناة الدوري والكاس. احنا اليوم ما نريد نسوي لها دعاية بقدر ما هي القناة تعتبر رائدة في مجال الرياضي لأن متخصصة. يعني دخولك يعني بشكل مفاجئ واقتحامك للتعليق في هكذا مؤسسة كبيرة، أكيد هو نجاح للإعلام العراقي وللتعليق في العراق. أكيد الحمد لله بأني كنت أول معلق عراقي بشكل رسمي أنضم لهذه. أنت أول معلق عراقي في قنوات الكاس. حلو. ولكن بالبداية لازم نحكي شوية عن بدايتي مع قناة وار، لأن هي التي أعطتني الفرصة، وخاصة تحياتنا للأستاذ طه أبو رغيف الذي أعطاني الفرصة ودخلني وشاف ربما موهبة بي فأعطاني الفرصة. حينها ربما كانت البدايات صعبة. تحياتنا لسيد طه. أكيد. فالبداية كانت صعبة، دخلت في عالم التيست تدري، لأن أنا ما كنت مشتغل بقناة في 2013، ولكن بعد ذلك أخذت الفرصة نوعا ما في قناة وار، وبعدها تواصلت قدمت السي في لقنوات الكاس بعد ما غلقت القناة ب 2015، وايضا فتح مشروع معلق عندهم المعلق صوت المباراه. ايضا شاركت من خلال هذا البرنامج، ربما كان بوقتها 2400 شخص شاركوا بالبرنامج. حلو. اصلا السي في مالتي كان موجود عندهم وشاركت. انت من بين ال 2400 شخص. نعم. انت بقدم. قدمت. حلو. قدمت ووصلت للمرحله النهائيه اللي بقوا حينها 27 شخص. وصلنا للنهاية، لأن أتذكر بوقتها كان باللجنة. أنت الوحيد من العراق؟ والله مو متذكر من 27 أنا الوحيد، المهم بقينا 27 شخص. من 27 شخص هم كان عندهم قانون أن يكون المعلق مبتدأ وليس محترف بالمهنة. حلو. فأبعدوني مع 6 أشخاص آخرين من يعني قسم منهم على أساس قبل. نحن علقنا وماخذين الفرصة، بينما هذوك كانوا المبتدئين. ولكن بعد هاي التجربة خلال أعتقد شهرين ثلاثة والله تواصلوا وياي، يعني أتذكر بوقتها مدير البرامج، وأنا كان عندي تواصل ويا عبد الله المعرفي نوجه له التحية مدير برامج القناة، وبعد ذلك أعطاني رقم مسؤول المعلقين اللي هو محمد المرزوقي، فتواصلوا وياي وقال كابتن نحن نريدك تكون ويانا و خلص أمورك بالعراق حتى تلتحق بينا بشكل مباشر. وهذا صار الالتحاق قبل ما ألتحق بقطر تقريبا بأسبوع. التحاقي كان يوم 20 أغسطس سنة 2017. طيب
خلي نتحدث عن بدايتك، بداية وأول مباراة تعلقها في هذه القناة. نعم والله البداية كانت رهبة، لأن أنا شعور غريب ورهبة، وأني أصلا وصلت المطار يوم 20، فتحت الواي فاي بالمطار وصلني جدول المباريات، وجدول المباريات من فتحت الإيميل كان عندي مباراة أتذكرها ولا تروح من بالي، اللي هي كاوازاكي مع أوراوا ريد، اثنيناتهم من اليابان بالضبط. وكان في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا. حلو. كان يوم 23 بالشهر، أنا وصلت يوم 20 بعد يومين، يعني بعد 3 أيام تقريبا. وصلت وبدأت بالتحضير، وبوقتها حتى استشاريت بأستاذنا الكبير علي لفتة اللي زارني بوقتها بعدها بيوم للفندق وأعطاني بعض النصائح، لأن تدري من الدوري العراقي تدخل قناة كبيرة وعندك الأجواء متغيرة، أكيد واحد يستفيد من أساتذته بكل تأكيد، وعلي لفتة كان ما يقصر حتى قبل ذلك، يعني حتى قبل التحاقي بقطر كان دائما يعطيني نصائح، وبصراحة هو أيضا ساعدني كثير بخصوص. شو اجتازيت حاجز الرهبة يعني خلال المباراة؟ المباراة فقط أول 10 دقائق كانت صعبة، ولو أنه كنت أمارس مهنة التعليق، ولكن الأجواء مختلفة، القناة مختلفة، كل شيء محترف، كل شيء تشاهده شيء غريب، يعني مو كأنك دخلت على بلد مغاير عن ما اللي كنت تعيش. شو الاختلاف محمد؟ اختلاف بكل شيء أستاذ حميد، بكل شيء، بالتعامل، بالاحترام، بكل شيء، كل الآن حتى بالمايك، يعني حتى بأجواء الغرفة تعلق وكأنك أنت مرتاح، وأكو أمور تساعدك على الإبداع، يعني وأنت مرتاح تقدر تبدع في قناة أنت هتشوف نفسك كبير، يمكن المعلقين كانوا من الطراز مثلا العالي. شنو اللي موجود عندهم مثلا ما موجود عندنا؟ الموجود عندهم انه اول شيء يوفروا لك كل سبل الراحه اللي هنا ما تتوفر عندنا، يعني ابسط شيء احنا كنا نعلق مرات من القناه كنا مرتاحين، بس من نروح للملاعب معاناه ومعاناه معاناه، يعني فعلا. حتى بالقناه مرات كنا نعلق مشاكل، صوت المعلق الكردي كان مرات يكون ويا صوتي، كان مرات تصير الصدى الصوت انت بنفسك ما تسمع صوتك، فهذا يتعبك. اكيد. بينما هناك كل المخرجين اجانب كان يجوك شاشات موجوده، شاشتين مع حاسبه بجانبك للمعلومات، فكل شيء متوفر لك مع كل الامور، فاشياء يعني ما صراحه اكتشفت اشياء كنت اجهلها. ماكو مقارنه مثلا بالعمل؟ لا بكل تاكيد. مقارنه صعبه جدا، يعني هناك كل شيء باحتراف، يعني كل شيء متعوب له، كل شيء يصرفون عليه، وحتى دولتهم ودولة قطر تدري انه الاعلام والرياضة هذا الثنائي يعني فعلا. اتذكر مرة جملة للمعلق الكبير رؤوف خليف تحياتنا إلى، قال من نحن ندخل على ملعب في بريطانيا او في فرنسا، قال من يشوفون علامة البي ان سبورتس يكون لنا شيء خاص مختلف عن كل البلدان الاخرى. طيب هذا ليش يعني؟ ما كله من أكيد من الرياضة أكيد. والإعلام الله اللي هم نحن هنا ما شاء الله. طيب يعني إذا وجدت نفسك أنت يعني لأول مرة أنه تجد نفسك في المكان الصح. نعم مكان إذا جاز التعبير، لكن مكان تقدر تبدع به تنطي به، يعني كل شيء يتوفر لك فتقدر تأخذ راحتك به. حتى من كنا أول مرة أتذكر من أخذنا اجتماعنا، يعني نحن التحقنا بوقتها 4 معلقين، أنا كنت فقط من عراق، كان معي من عمان سمير اليعقوبي، كان نور الدين من المغرب، وكان وياي أيضا هيكل الصغير من تونس. بس هيكل التحق بعدها بشهر. المهم اليوم الأول اجتمعنا ويا مسؤول المعلقين فقط يعني نصائح عادية أنه ابتعدوا عن السياسة والمذاهب وفقط، والآخر جو لكم إيش تقولون، فيعني شوف حتى حتى من بدايتهم يعني لا قال لك لا هذا خط أحمر، هذا اللاعب فلان، ماكو عندهم هذا الشيء. أكيد. فقط السياسة ابتعد عنها والجو إلها. طيب محمد يعني اليوم إحنا أكو فد موضوع يعني كلش مهم بهذه الجزئية، اللي هي مثلا بالعراق اليوم السوشيال ميديا يعني أخذت كل الاهتمام من حتى الفضائيات، عكس ما نراه في دول الخليج، موجود السوشيال ميديا، موجودة الفضائيات، وبنفس الوقت موجودة حتى الصحافة الورقية اللي إلها روادها وقراءها. من يجي هذا الاهتمام؟ والله عندهم
عندهم بصراحة كل شيء عندهم مخصص له. يعني عندك الجريدة متابعة، عندك الجريدة، لأن حتى هناك التقيت بصحفيين كثار يشتغلون بالجرائد القطرية. أنا أصلا زرت جريدة استاد الدوحة وشفت العمل عندهم، كان عندي أيضا صحفي بجريدة العرب القطرية فكان يحكي لي يعني عن تغطيات اليومية يطلعون. قال محمد في قطر كل قسم أو كل دائرة تشتغل بشغل كأنه الناس كلها العين عليه، يعني ما عندك إهمال بفلان قسم أو إهمال في الجريدة، لازم التلفزيون عاد تبدأ على الجريدة لازم تتوقف، هذا الأمور ما عندهم. وتحس تحس أكو متابعة للصحف مثلا؟ متابعة هو هم كانوا يقولون أكو متابعة بس مو نفس السابق، ولكن كالمتابعة اللي باله الجريدة يبقى باله الجريدة. أكيد تدري أنت أكيد اللي مشتاق للجريدة دائما يقرأ بالجريدة. صحيح. ولكن التطور صار عندهم أيضا بالمواقع الإلكترونية، يعني ينشرون بالمواقع إضافة إلى الجريدة الورقية. يعني قصدك المطبوعات الإلكترونية؟ نعم كان عندهم الإلكترونية، حتى المواقع هم ينشرون بمواقعهم الرسمية بالجرائد. نعم. فكان يستخدموا الاثنين فعندهم، بس المهم هم يشتغلون بكل يعني بكل دائرة وكل قسم من الرياضة بياخذوها بشكل جدي تماما. يعني طيب محمد خلينا نتحدث عن يعني موضوع آخر، وهو مثلا اهتمام العراقيين المتواجدين في هذه القنوات بيك أنت كونك أول مرة تشتغل هناك، شو اللي قدموا لك إياه من 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 تسهيلات، خاصة معلقنا الكبير مثلا هناك علي اللفتة وغيره من الشخصيات اللي تعمل في الإعلام القطري؟ والله أول شيء أستاذ حميد أنا من دخلت هناك يعني ما حسيت نفسي غريب عنهم. أها. يعني التعامل مع الشخص اللي يشتغل بقناة، أنا اللي شفته اللي حسب تجربتي اللي شفته يعني ما حسوني أني غريب أو ما حسوني، بالعكس قدروني لأني عراقي. فكان دائما حتى تصادفت مواقف كثيرة أني يعني أشوف عندهم الحب الكبير للعراق. ودائما كان يذكروا لي أنتوا أخوالنا. أيوة. الأخوالنا العراقيين. والله. فهذه الكلمة كنت أسمعها كثيرا، حتى في قلت لك صادفت أمور كثيرة بخصوص الإقامة وهاي الأمور، فكان التعامل بصراحة تعامل راقي معي أنا كاللي شفته هناك. حتى بالقناة نفس الشيء ما حسيت أني يعني كأني مهمش عن المبتعدين لأني عراقي وهذا الشيء، بالعكس كنت أي مكان أدخل إلى هذا المعلق العراقي وهلا بيك وأخوالنا، فكان المدح دائما الشاهدة بوجه القطريين بالخصوص. طيب يعني خلينا نتحدث عن موضوع آخر اللي هو شوية دائما إحنا الإعلاميين ما نحب نحكي به، اللي هو المردود المادي لكل عمل. أكيد هو هذا الدافع الأول، خلينا نقول مو دافع الأول لكل إعلامي إنه يبدع من تنطيه. شلون كانت الرواتب بهذه المؤسسات قياسا لما موجود عندنا بالعراق؟ نعم بصراحة المردود المادي يختلف يعني من الأرض للسماء. أها. يعني كهنا نحكي عن العراق ونحكي عن قطر، يعني يمكن هنا إذا تستلم راتب خلال سنة هناك تقدر تستلمه بشهر. أها. فالمردود المادي ليش قلت لك هناك كل شيء متوفر لك لكي فأنت بنفسك راح تبدع عتشوف كل شيء متوفر لك من مادة من احترام من حتى بدايتنا نحن من كنا هناك كان تجي علينا سيارة تأخذنا للقناة تأخذنا للملاعب عندما يكون عندنا تعليق من الملاعب. حتى بالفندق كان متوفر لنا ثلاث وجبات، أي تنتظر السائق بالسيارة يوديني ويرجعني. هاي كانت البداية قبل ما نأخذ الإقامة. والله رواتب بالرقم ما أقدر أقول لك، بس لا بس أنا أقول لك رواتبهم يعني قلت لك إذا أنت تستلم هنا سنة هناك ينطوك بشهر واحد، فأنت تخيل إيش قد يعني. لا أنا كنت أستلم بالشهر تقريبا $5,000. $5,000. نعم. طيب أنت معلق مبتدئ قياسا للمعلقين الكبار؟ أكيد لا، كل معلق عندهم يختلف عن الثاني. عندهم معلقين يمكن يستلمون فوق $30,000. $30,000. كل معلق و يمكن هم كل معلق لهم نظر. المعلقين الكبار اللي نسمع أصواتهم اللي والله هذه ما عندي أرقام خاصة بهم، ولكن أقول لك أنه الرقم اللي عندهم أرقام كبيرة. كل معلق له يعني مثل ما تقول راتبه، وما حد يدري بالآخر، بس أعتقد نحن المنضمين الجدد
قسم منا كان يستلم 5000 دولار. نعم. جاي. إذن يعني هذا دافع كلش كبير لأنه تبلع، إضافة لتوفير كل ما تحتاجه من سبل النجاح في مثل هكذا قنوات. إذن أكيد ما يبقى قدامه غير أنه تبدع في عملك. أكيد هو كل شيء طالما المردود المادي كان إيجابي بالنسبة لك، وأيضا متوفر لك كل الأمور، الراحة، السبل الراحة، الاحترام، الحب، الود، فهذه الأشياء بكل تأكيد مع التطور الكبير في الأجهزة في القناة فبكل تأكيد راح تبدع، لأنك مرتاح في قناة تعرف أنه كل شيء متوفر لك بشكل صحيح. نعم. بدون ما تتعب يعني. بدون ما أنت تثابر وتتعب وبالأخير وهالشيء بالضبط شفناه. بالضبط. طيب وضعية العراقيين موجودين هناك في قطر، مدى استجابتهم في هذا الواقع الجديد اللي هو أكيد غير ما يعني شافوه وتعودوا عليه بالعراق يعني؟ والله أنا هناك التقيت ببعض العراقيين بصراحة، التقيت مثلا بابن فتاح نصيف، تحياتنا إلى زيد، التقيت بكثير بس عايشين عيشة يعني عيشة هنية، عيشة منسجمين، هذا اللي شفته أني كبعض، ولو هم العراقيين بصراحة أقلال كثير بقطر يعني. لا نجومنا أغلبهم هناك، فقط نجومنا أنا أقصد العامة. الجاليات ما شفت شيء قليل جدا، فقط مثل ما تقول أبناء اللاعبين القدامى شفت يعني، كان من يزورون الاستوديوهات التحليلية بالدوري العراقي خاصة كنت ألتقي بهم، كابتن مجبل كنت أشوفه. منه أكثر واحد يعني هناك يلتزم العراقي من يشوفه هناك في قطر؟ والله كابتن مجبل هذا تحياتنا إله، دائما كنا نشوفه خاصة بالقناة، وهو أصلا أي زائر من عراق كان يزوره يعني، هذا طبيعته ما شاء الله عليه يعني طبيعة عراقية بحتة يعني. أبو علي أكيد يعني معروف يعني أي واحد يزور قطر دائما يستضيفه يسأل عنه، هذا شفناه بصراحة تجمعات كثيرة كنا نشوف مرات مثلا الكابتن عدنان حمد ويا مجبل ويا الأسماء الموجودة بقطر يقعدون، فشي كان جميل بصراحة موجود عندهم. إذن تمنياتنا لك بالتوفيق في المحطة القادمة إن شاء الله يا ربي، أنت أحد الكوادر المهمة، وإن شاء الله يا ربي تلقى مكانك في هذه القناة أو في قناة أكبر منها إن شاء الله. خلي نروح لنتعمق في الأسئلة أكثر ونسألك عن الكرة القطرية وما وصلت إلى خلال هذه السنوات من طفرات يعني خلي أسميها، خاصة بعد يعني المفاجأة الكبيرة اللي أحدثها المنتخب القطري بفوزه ببطولة كأس آسيا. بصراحة أنا ما أعتبرها مفاجأة، لأن اللي شفته هناك شيء يعني متعوب لها يعني، عندهم أبسط شيء من الأشبال نبدأ يعني من عمر 10 سنين 12 سنة من يرجع من المدرسة تشاهده، يا يكون بالملعب يتدرب ويا مدربين من المغرب العربي أو من الأجانب، أو تشاهده في كرة السلة أو كرة اليد، يعني عندهم نظام ما شاء الله عليه ماشيين عليه يعني منذ الصغر، يدخل المدرسة بعد المدرسة يجي للتدريبات بعد ذلك يرجع البيت نظام يدرس، يوم الثاني نفس الشيء، عندهم قاعدة أساسية، ودائما إذا عندك قاعدة أساسية فالمنتوج بالنهاية راح يكون أكيد مردود وإيجابي جدا، وهذا ما شاهدناه بالمنتخب القطري اللي تعبوا عليه من منتخب الشباب اللي كانوا يا مدرب سانشيز بوقتها، وبعدين لبطولة الأولمبياد لما وصلوا الآن للمنتخب الوطني، فهذه الأسماء كانت باقية مع هذا المدرب، وحتى الأجيال اللي راح تأتي بعد ذلك أعتقد راح نشوف بعد تطور أكثر وأكثر في الكرة القطرية، لأن كل شيء عندهم بانتظام، كل شيء لهم متعوب، يصرفون الأموال الطائلة نعم، ولكن في الأخير دائما يأخذون المنتوج مرهود اللي هم يريدوا. طيب محمد يعني هناك موضوع مهم دائما الإعلام يتكلم عنه وحتى أخذ الجمهور يتحدث عنه خاصة في العراق في السوشيال ميديا اليوم، يعني إذا عندك أنت أموال لكن ما عندك الطاقات ما تقدر يعني تبني أجيال حقيقية في المنتخبات الوطنية، ولهذا يعني نشوف أنه مثلا المنتخبات القطرية مثلا اعتمدت على مبدأ التجنيس مثلا، هم قسم منهم متواجدين أصلا منذ سنين في قطر يعني تدري المقيم هناك في قطر، هم عندهم تفكير المقيم الأساسي الدائم، عندهم يحسبوه بأنه هذا ابن الوطن يعني ما يحسبوه غريب،
وهذه يمكن فكرة ناجحة الآن عندهم صارت خاصة بالفترة الأخيرة. هذا ما كنا حتى نشاهده يعني بالمباريات حتى الفئات السنية نشاهد بأسماء كثيرة مقيمة بقطر وليس القطرية، ولكن معاملتهم وتعتبر المعاملة عندهم أنه هذا ابن الوطن، هذا يقدم شيء للوطن، فإذا هذا ملك للوطن، فعندهم هذه النية اللي دائما كنت أشاهدها يعني حتى في الفئات العمرية اللي كنا نعلق عليها. أكو فروقات بين المقيم والمواطن مثلا على مستوى التعامل مثلا؟ التعامل ما شفت يعني كنت أروح أخذ يعني أخذ المعلومات وهاي الأمور، كنت أشوف اللاعبين الواحد يعرف من المقيم من القطري الأصل، بس ما كنت أشاهد يعني قلت لك هناك ما شفت شيء بأنه هذا قطري فأنت مو قطري، هذا الشيء ما شفته بصراحة خاصة بالملاعب. هاي استراتيجية اللي بدأ الاتحاد القطري يخطط إلها وهو الاعتماد على الفئات السنية ومن ثم التدرج الصحيح للمنتخبات الوطنية، ليش ما نطبقها احنا عندنا هنا بالعراق ونبتعد عن يعني مسألة مخجلة وهي مسألة التزوير؟ زين وليش ما تقول يعني ليش ما تقول نقول خلي نقول يهتمون بالفئات الصغرية ويوسعون يوسعون الانتشار ويسعون البحث ويعني يقللون من هذا الواسطة وهذا ما أدري ابن فلان وهذا خذوا لي أن هذا ما أدري أبو أش مسوي. لو عدنا هذا التفكير نحن أصلا عدنا مواهب بس ما عدنا البحث الصح عن هذه المواهب لكي يستقطبوا المواهب، لأن أنا أتذكر كثيرا مثلا في مدينة الموصل من كنت ساكن هناك أشوف أسماء كبيرة بس مهمشة، منو يجي يباوع لها منو يجي ياخذها، وحتى هنا بالإقليم نفس الشيء أكو مواهب بس يا ترى منو اللي يقدر يتواصل، منو وين الأكاديميات وين الأندية من الفئات السنية؟ هسه جولات المدربين مدربي المنتخبات الفئات العمرية الكابتن حسن كمال الكابتن عماد محمد يعني بدأوا بخطوة وهي أنه يجون للمحافظات يبحثون عن المواهب. هذه الخطوة إيجابية بصراحة شفتها خاصة من الكابتن عماد محمد تواصلت وياه بصراحة هذا الشيء الإيجابي جدا أنه بنفسه يبحث عن المواهب بدون واسطات، هذا الشيء كان إيجابي وأتمنى أنه هذا العمل يتواصل عند جميع الفئات من الفئات الناشئين إلى الشباب إلى حتى وصولا للأولمبي، أن يكون الموهبة موهبة بدون واسطة، بدون ما أني أجيب وأنت تجيب وما أدري فلان يجيب، لا خلي المدرب هو اللي يختار اللاعبين اللي قدامه حتى يختار الأنسب والأصغر بدون تزوير. محمد اليوم أنت رسمت لنا صورة يعني جميلة جدا عن الواقع الرياضي في قطر، لكن عكس ما نسمع يعني في بعض المرات يقول لك والله هذا ابن الأمير لازم يجي يلعب، هذا أقرباء الأمير أو الشيخ الفلاني لازم يلعب أساسي، وهذا يجي على راحته ما يجي للتمرين، يجي متأخر لازم المدرب ما يحاسبه. موجودة هاي، هذه كانت موجودة في الفئات الناشئين في قلة من الأيام، كنت أحس بأنه مثلا نادي كان يجي يلعب بالدوري الناشئين مرات يجي وأنه الاحتياط عندهم لاعبين أو اثنين أو ربما بدون حارس بديل، هذه صارت وأنا كنت معلق في بعض منها، ربما قسم منهم بداعي الدرس وقسم منهم بداعي المرض خارج البلد، هذا شفته موجود، ولكن كنظام الأساسي عندهم أنه أنت تغيب يمكن أسبوع أو أسبوعين ولكن بعد ذلك ترجع للعمل ومع المدرب، لأن أنا حتى حضرت بعض تدريبات الفئات السنية لأن كان عندي ارتباطات وصداقات مع بعض المدربين خاصة من تونس كان يدربون خاصة من النادي العربي من الغرافة، فكنت أروح أحضر التدريبات أشوف شلون يتعاملون ويا الناشئين حتى واحد يستفيد من التجربة بكل النواحي مو فقط بالتعليق، كنت أشوف يعني حتى أتذكر مرة نادي العربي توج بلقب وأنا كنت المعلق بالنهائي وفئات السنية فئات الناشئين بعد المباراة كل إداري أجاب نفسه كرم اللاعب يعني كل إداري بيد ظرف من الفلوس أجا كرم اللاعب كل إداري ها. كل إداري فأحسب يعني كل إداري هم عندهم إداريين ما شاء الله كثار أكيد. ورئيس نادي فأحسب شقد أنطوا مكافات وهي بطولة الكأس الدوري اللي هي أربع أندية يبقون بالأخير الناشئين هذه فئة الناشئين أحكي لك وأنا قدام عيني شفت من كان ينطون الهدايا احنا الهدية مال الدوري دوري الممتاز ما ادري مال قالوا مال شو اسمه مال الشباب وزعوا لهم ساعات ما ادري شنو ساعات ما ادري ب 5000 10000 وهناك واني
توقعت يعني كل واحد يمكن على الاقل فد 400-500 دولار وصغار. كل اداري ينطي بطلع. يعني هذا المكف يعني كل واحد تقريبا فوق ال 2000 دولار 3000 دولار اعتقد باعتقادي كان يستلم من المكافاه وهو عمره بعد 16 سنه. باعتقادك شنو نحتاج كابتن؟ والله نحتاج للعمل الصح، نحتاج لتغييرات، نحتاج للبناء من جديد، نحتاج لجلسة يجتمع إليها الكل مو فقط الرياضيين من مدربين من إداريين. بس هذه الأمور يعني لو تجي تحسبها يا ترى هل راح يجتمعون الكل؟ ليش لا؟ ليش لا؟ احنا نتحدث عن أدري بس مجتمع رياضي. أدري مجتمع رياضي بس انت عاد تشوف الشيء اللي يصير بالرياضة وصايرة كلها محسوبيات وهذا يحكي عن الآخر وما أدري هذا يدفع الثاني وهذا يقول هذا ما لازم ما يرجع للبلد وما أدري شنو، تخبطات كثيرة ينراد لجلسة حوارية يمكن الدار فوق الشهرين حتى يصير مصالحة حتى يصير بناء حتى يصير نهج صحيح وتخطيط سليم لقادم قادم السنين. يعني شوف الدول وين صارت الآن، تايلاند فيتنام بدأت في تطور رهيب، يعني بعد 4-5 سنين حتى هم راح يصيرون مثل اليابان وكوريا يعني ليش يعني دائما نحن نتأخر؟ يعني حرامات هذا الاسم الكبير العراق العظيم يبقى يعاني ويعاني إلى متى يعني؟ بالضبط. خلني نتحدث شوية عن مباراة القادمة لفريق نادي الزوراء أمام نادي النصر السعودي في رسم نهائيات الآسيوية للأبطال الأندية اللي راح تصير إن شاء الله تجري على ملعب كربلاء الدولي يوم الثلاثاء القادم الساعة 6:00 مساء. يعني احنا رسمنا فد يعني آمال كلش كبيرة على فريق نادي الزوراء بعد الفوز بخماسية على فريق نادي الوصل، لكن بعد الخسارة الأخيرة أمام نفس الفريق اللي راح يلاقي الزوراء وهو النصر السعودي برباعية، أعتقد يعني بدأ الجمهور يعي يعني صعوبة المهمة لفريق عراقي يشترك في هذه البطولة بعد غيبة طويلة. نعم، أولا العودة لبطولة دوري أبطال آسيا بصراحة عودة موفقة وشيء إيجابي جدا للعراق وليس فقط لنادي الزوراء. والزوراء تدري مر في تخبطات خاصة بعد رحيل أيوب أوديشو ومجيء حكيم شاكر. البداية كانت صح في إيران تتعادل مع ذوب أهان وبعد ذلك تفوز على نادي الوصل الإماراتي بخماسية في ملعب كربلاء والأجواء الرائعة والكل كان ينتظر الزوراء، خاصة ولو أنه كان النصر السعودي هو متصدر الدوري السعودي هو فريق يعني قوي جدا هذا الموسم، ولكن من دخلنا أجواء المباراة هنالك في الرياض أنت شاهدت أسماء تقريبا 6-7 لاعبين من الاحتياط، إضافة أنه الجمهور السعودي بوقتها ما حضر للمباراة وتدري الجمهور دائما أضع الضغط على فريق أكيد. الخصم أكيد. والزوراء هو اللي بادر وهو الذي سجل، ولكن في المباراة كأنه فريق النصر السعودي نادي الزوراء حسب له حساب أكبر من حجمه بكثير يعني بكثير. زين أنت متقدم 1-0 واصل على هذا المنهاج بالضبط. كان على الأقل تخرج بنقطة إذا مو بانتصار. طيب تأثير الأرض والجمهور كابتن هذه المباراة قلت لك تأثير الأرض والجمهور كان لصالح الزوراء لو استغلوه بشكل الصحيح لأن الجمهور كان غائب والأرضية صارت فريق ضد فريق. يعني هذه المباراة شلون نشوفها؟ المباراة الآن ويا النصر بصراحة هي مباراة مفترق طرق، يعني الانتصار لابد للزوراء الانتصار على النصر السعودي ولو انه راح تكون المباراة صعبة خاصة بعد خسارة الزوراء الأخيرة في الدوري، وتدري جمهور الزوراء بالضبط. منتعظ ومتعصب الآن على الأداء. توقعاتك لها كابتن؟ توقعاتي إن شاء الله الانتصار إذا بالروح العراقية واصلوا بها إن شاء الله يكون الانتصار من حليف الزوراء. أنا أشكرك وإن شاء الله يا ربي هاي الأمنيات تتحقق ونشوف الكرة العراقية بأبهى صورة ونشوف فريق نادي الزوراء يحقق نتيجة إيجابية أمام فريق نادي النصر السعودي حتى على الأقل ننتقل للدور الثاني في أول مشاركة بعد العودة لهذه البطولة المهمة الكبيرة. محمد أنا أشكرك شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة وهذا اللقاء الجميل. بالعكس أنا أشكرك ولو أني كان عندي نزلة برد يعني معذرة عن عندك العافية إن شاء الله. بس خفيفة إن شاء الله. صراحة كنت أتمنى أشوفك والحمد لله شفنا بعض من جديد. الله يحفظك. شكرا جزيلا محمد. شكرا جزيلا. إذن أحبة المشاهدين
هذا كل ما لدي من حلقة هذا اليوم، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه الحلقة. انتظرونا في حلقات قادمة، حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.